عليكم. شفنا المربع والمستطيل ودرنا فيهم تمارين، وشفنا المثلث ومتوازي الاضلاع، وايضا راني صيفطت لكم تمارين فيهم ان شاء الله غادي نصحوهم في مقاريب. اليوم غادي نشوفوا الاشكال الهندسيه اللي مازال لينا، غادي نشوفوا المعين ان شاء الله، نشوفوا القواعد ديالو، ومن بعد غنلوح لكم تمارين فيهم هو متوازي هو وشبه المنحرف اللي بقاو لينا. اذا بالنسبه للمعين، المعين له قطران، قطر كبير وقطر صغير. باش نلقاو دائما هذه المضلعات كلها، اي مضلع سواء كان ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي الى اخره، الا بغينا نلقاو المحيط حنا كناخذوا على الاضلاع نجمعوهم مع بعضياتهم. الاشكال اللي عندنا هو في المساحه، كيفاش نوجدوا المساحه ديال الاشكال. اذا شفنا المساحه ديال المثلث، شفنا المساحه ديال المتوازي الاضلاع، مساحه المربع، مساحه المستطيل. وقلت لكم ركزوا كثير 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 على المستطيل ومتوازي الاضلاع، حيت هما اللي غادي نخدموا بهم المساحات المواليه. الان غنشوفوا مساحه المعين. الا بغينا نلقاو مساحه المعين كيف ما كتشوفوا هنايا، مساحه المعين كتساوي القطر الكبير، لا دياغونال بالفرنسيه كتسمى لا دياغونال، وخدنا الحرف الاول ديالها الدي ماجيسكيل، يعني هي كبيره، خدنا الدي ماجيسكيل، مضروبه في القطر الصغير. القطر الصغير هو كيتسمى اون دياغونال، ولكن خدينا الدي صغيره لانه هو صغير، قلنا القطر الصغير، خدينا الدي مينيسكيل، وهنا خدينا الدي ماجيسكيل. اذا باش نلقاو مساحه المعين كناخذوا القطر الكبير مضروب في القطر الصغير قسمه 2، لا سيرفاس ايغال دياغونال، لا غروند دياغونال بيان سور ميتيبلي باغ لا بتيت دياغونال ديفيزي باغ 2. علاش درنا هذا الشيء؟ اذا الان غادي نشوفوا علاش. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا جوج ديال المعينات متساويين متقايسين، ها هما يا واحد فوق واحد، هذا المعين قدو هذا المعين. علاش درنا ديك القسمه في 2؟ اذا هنا فين غنعرفوا علاش؟ ان حنا خدينا هذا المعين الثاني اللي هو القياس ديالو راهما متقايسين، قلنا ناخذ هذا المعين الثاني التحتاني دونك جو فيلو. اذا كيف ما شفتوا عندنا جوج معينات، حنا خدينا المعين الثاني قسمناه على اربعه الاجزاء على مثلث، غادي ناخذ الاجزاء غادي نعملهم هنايا في هذه الجهه هنايا كما كتشوفوا هنايا، وكيف ما كتلاحظوا المعينات بجوج بهم كونوا لنا مستطيل. هذا المستطيل حنا المستطيل عرفنا بان لو بغينا نلقاو المساحه ديالته كنديروا الطول في العرض. اذا لو بغينا نلقاو المساحه ديال هذا المستطيل كامل غنديروا الطول مضروب في العرض. الطول هو القطر الكبير والعرض هو القطر الصغير. اذا هذا المستطيل كيتكون من جوج معينات. اذا حنا ملي غنلقاو المساحه ديال المستطيل اللي غنديروا القطر الكبير في القطر الصغير غنلقاو المساحة كاملة، وغينا نلقاو غير معين واحد، ففي هذه الحالة غادي نقسمو على 2 غنحيدو باش نحصلو على المساحة ديال هذا والمساحة ديال هذا. هادشي اللي درنا هنايا. إذا المساحة ديال المعين كتساوي القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2 هي هادي. وإلا بغينا نلقاو، إلا كانت عندنا المساحة وبغينا نلقاو القطر الكبير كناخدو المساحة نقسموها على 2 ونقسمو على القطر. اذا لو بغينا نلقاو القطر الكبير غناخذ المساحه نضربوها في 2 واللي خرج لينا نقسموه على القطر الصغير. لا ديا لا غروند دياغونال تيغال سيرفاس فوا 2 ديفيزي بار لا بتيت دياغونال. ولو بغينا نلقاو القطر الصغير اش غنديروا؟ غناخذ المساحه نضربوها في 2 ونقسموه على القطر الكبير لا بتيت دياغونال تيغال لا سيرفاس ميتيبلي بار 2 ديفيزي بار لا بتيت دياغونال. والان غادي نشوفوا اخر مسائل الاشكال الهندسيه اللي عندنا اللي هي شبه منحرف. اذا نشوفوا كيفاش نديروا باش نلقاو المساحه. بطبيعه الحال بغينا نلقاو المحيط ديالو حنا كنجمعوا الاضلاع الاربعه ديالته وهذا هو المحيط، اما المساحه فهي هذا الجزء الداخلي. اذا بغينا نلقاو مساحه شبه منحرف، القاعده اش كتقول لينا؟ الا بغينا نلقاو مساحه شبه منحرف كناخذوا القاعده الكبرى نزيدوا على القاعده الصغرى واللي خرج لينا نضربوه في الارتفاع، وهداك الشيء اللي خرجنا كامل غنقسموه على الثاني على 2. بون هنا بالنسبه للقاعده الكبرى كتسمى اون باز، وحيت كبيره درناها بي ماجيسكيل لا غروند باز. بالنسبه للقاعده الصغرى حتى هي كتسمى اون باز، وخدنا لها بي مينيسكيل لان هي الصغرى لا بتيت باز، والارتفاع كنرمزوا ليه ب اش. اللي غنشوفوا الان علاش خدينا القاعده الكبرى وزدنا عليها القاعده الصغرى وقسمنا على 2. اذا الطريقه كيف ما كتشوفوا هنايا، انا عندي الثاني هنايا جوج ديال شبه منحرف، جوج متقايسين واحد قد واحد قد قد.
اذا هاد الجوج هما باش غنخدم باش نعرف علاش درت القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى في الارتفاع قسمه 2. اذا غناخذ هادشي منحرف وهادشي منحرف هما متقايسين وغادي ندير لهم بحال هكا وغادي نحصل على ماذا الى لقيناهم جوج هنايا حصلنا على متوازي اضلاع. لهذا قلت لكم ركزوا على متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع قلنا الا بغينا نلقاو المساحه ديالته كنديروا القاعده في الارتفاع. اذا هنايا ثاني نفس ولا عندنا متوازي اضلاع اش غنديروا غناخذوا القاعده هذه ونضربوها في الارتفاع هذا. هاد متوازي الاضلاع القاعده ديالته مناش كتكون؟ كتكون من القاعده الصغرى ديال هذا الشيء المنحرف والقاعده الكبرى ديال شي منحرف. اذا باش نلقاو المساحه كامله هنا غناخذوا القاعده الصغرى ونزيدوها على القاعده الكبرى وغادي يعطيونا لا باس او بيان غادي يعطيونا القاعده ديال هذا متوازي الاضلاع واللي خرج لينا نضربوه في الارتفاع. هادشي علاش درنا المساحه تساوي القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى هما زدناهم على بعضياتهم واللي خرج لنا غنضربوه في الارتفاع وغادي نحصلوا على المساحه ديال هذا متوازي الاضلاع كامل. حنا ما باغيينش نلقاو مساحه متوازي الاضلاع باغي نلقاو شي منحرف. هاد متوازي الاضلاع كيتكون من جوج ديال شي منحرف اذا غنقسم على 2 نقسم على 2 وغنحصل على شي منحرف هذا شي منحرف هذا هي علاش قسمنا على 2 هي هذه. اذا نقسم على 2 اذا لا سيرفاس ايغال غروند باز بليس لا بتيت باز ملتيبلي بار لا هوتور ديفيزي بار 2 ونطبق القاعده على الاشياء اخرى. اذا بغيت نلقى الارتفاع ايضا ناخذ المساحه نضربها في 2 ونقسمها على مجموع القاعدتين. هذا هو مجموع القاعدتين يعني هذا مجموع القاعدتين هو القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى مجموع القاعدتين. بون لا هوتور ايغال لا سيرفاس فوا 2 ديفيزي بار لا سوم دي دو باز لا غروند باز بليس لا بتيت باز. اذا بغيت تلقى مجموع القاعدتين هاد المجموع ديال القاعدتين بجوج يعني القاعده الصغرى زائد القاعده الصغرى بغيت تلقاهم شحال فيهم كناخذ المساحه نضربها في 2 واللي خرج لي نقسمو على الارتفاع هي هادي. اذا لا غروند باز بليس لا بتيت باز ايتيغال لا سيرفاس فوا 2 ديفيزي بار لا هوتور. اذا بغيت تلقى دابا القاعده الكبرى اش غندير؟ خاصني نوجد هاد مجموع القاعدتين هو اللي غنخدم به باش نلقى القاعده الكبرى. ناخذ ما مجموع القاعدتين نقسم القاعده الصغرى ولا بغيت القاعده الصغرى ناخذ مجموع القاعدتين ونقسم منه القاعده الكبرى وحنا طبقناهم هنايا بالحروف وشكرا. وغدا ان شاء الله راني نبعث لكم الدروس ديال شبه منحرف وديال المعين باش تما تنجزوهم ان شاء الله ونصحوهم والسلام عليكم.